السلام عليكم أصدقائي من جديد في فيديو جديد وفي فرصة جديدة. اليوم جبت لكم فرصة العمر واللي كامل سألتوني عليها. هذه الفرصة هي البطاقة الجديدة أو نوع التأشيرة الجديدة التي أحدثتها ألمانيا وبصدد إصدارها. راح نتحدث عن أهم شروطها ومميزاتها ونعطيكم موقع لحساب إن كنت مؤهل للهجرة إلى ألمانيا. لهذا ابقى معي حتى النهاية، لكن قبل ما نبدأ نشرح ادعمني باللايك للفيديو واعمل متابعة إذا كنت أول مرة تشاهد فيديوهاتي، وما تنساش تعمل متابعة في حسابي على الانستغرام لأني ننشر فيه فرص عمل في الخارج. ألمانيا وفي ظل احتياجها لعمال أحدثت نوع جديد من التأشيرات، وهذا لجلب العمال الماهرة من مختلف أنحاء العالم، لأنها تعاني من انخفاض رهيب في عدد الشباب قابله ارتفاع نسبة الشيخوخة. بعد دراسة عملها معهد الأبحاث الاقتصادية وجدوا أنهم عندهم نقص كبير جدا، وصل إلى 500,000 عامل ماهر في جميع المهن، وهذا ما جعلها تدق ناقوس الخطر وتبحث عن حلول لإحضار شباب من مختلف أنحاء العالم للعمل. فأحدثت هذه التأشيرة التي أطلقوا عليها اسم بطاقة الفرص أو Chance Card، وهي شبيهة بالجرين كارد التي تعملها أمريكا كل عام. فألمانيا وبهذا القرار أرادوا جلب ما يقارب 2,000,000 عامل ماهر من كل أنحاء العالم، وهذا عدد كبير جدا بمعدل 400,000 عامل في العام. يعني كل عام راح تقبل مهاجرين وعمال جدد، وهذا ما صرح به وزير العمل الألماني أنه ألمانيا تحتاج لمهاجرين للعمل في مختلف القطاعات. هي من قبل كانت فيزا البحث عن عمل مدتها 6 أشهر للناس اللي عندها دبلومات. الفيزا هذه حاليا متوقفة لحد نشر الفيديو. هي متوقفة لأنني شخصيا عملت بحث عليها في الموقع الرسمي للسفارة، لكن الآن هم مركزين على بطاقة الفرص. الآن راح نشرح لكم كيف تكون السفر عن طريق هذه البطاقة الجديدة بطريقة مبسطة، وما راح تلقوها في مكان آخر. أولا، بطاقة الفرص هذه تعتمد على نظام النقاط، يعني لازم تجمع مجموعة من النقاط، وكنت مقبل شرحت طرق الهجرة عن طريق نظام النقاط، وهذا النظام عموما تستعمله أستراليا تقريبا في كل برامج الهجرة ديالها. وإذا كنتم مهتمين بالهجرة إلى أستراليا تقدروا تشوفوا فيديوهاتي على القناة. طيب، نرجع لموضوعنا. هنا تتسألوا كيف نظام النقاط وكم لازم يكون عندنا من نقطة باش تقدروا تهاجروا إلى ألمانيا. نظام النقاط أنه لازم يكون عندك عدد معين من النقاط تحددهم الدولة وفق معايير هي تحطها. ففي بطاقة الفرص الألمانية الجديدة يشترط أنه تجمع 6 نقاط فقط. كيف تجمع النقاط هذو؟ وش هم المعايير اللي حطتها الدولة الألمانية؟ أولا راح نذكر لكم المعايير، وبعدها راح نفصل لكم فيها ونحسب النقاط مع بعض. المعايير التي حددتها الحكومة الألمانية هي درجة جامعية أو دبلوم مدرسة مهنية، يعني يكون عندك شهادة جامعية أو تكون دارس في معهد تكوين مهني أقل شيء لمدة 2 عامين، خبرة عمل لا تقل عن 3 سنوات، مهارات في اللغة الألمانية، وكذلك العمر أقل من 35 سنة. والآن لما نقول بنظام النقاط، مش بالضرورة أنك تكون تستوفي كل هذه الشروط أو المعايير، لأن الحكومة الألمانية عملت لكل معيار عدد معين من النقاط، فأنت لازم تستوفي على الأقل 6 نقاط. والآن نجو نحسب النقاط من هذا الموقع اللي راح أخلي لكم الرابط في التعليق المثبت، لأنه كل واحد يلزم أنه يحسب النقاط ويعرف إذا كان مؤهل أم لا. إذا ما كنت مؤهل راح نقدم لكم حلول أخرى في نهاية الفيديو. ما تنسوش أصدقائي تعملوا لايك للفيديو وتعملوا متابعة للقناة إذا كنت أول مرة تشاهدوا الفيديو. وكما قلت، من هذا الموقع تحسب نقاطك. النقاط راح تكون كالآتي: عندك 4 نقاط إذا كان عندك مؤهل مهني، شهادة جامعية أو شهادة تكوين مهني أو معهد، 3 نقاط إذا كان عندك خبرة على الأقل لمدة 3 سنوات، 2 نقطة إذا كان عندك مستوى B2 في اللغة الألمانية، و1 نقطة إذا كان عندك مستوى B1، 1 نقطة إذا كان عندك كفيل أو مستشار في ألمانيا يساعدك في البحث عن وظيفة، وأخيرا 1 نقطة إذا كنت عشت من قبل في ألمانيا لمدة 6 أشهر في آخر 5 سنوات. والآن نحسب النقاط مع بعض من هذه الحاسبة الإلكترونية.
هنا في الأول يسألك عن المؤهل الدراسي، سواء شهادة جامعية أو شهادة تكوين مهني. إذا عندك اضغط على يس. بعدها يسألك على الخبرة المهنية خلال 3 سنوات. إذا عندك اضغط على يس. وإذا لم تتوفر فيك هذا الشرط لا تضغط. بعدها يسألك عن اللغة، أي مستوى عندك، ب2 أو ب1. نفترض أنه شخص عنده ب2. بعدها يسألك عن الكفيل الذي يساعدك على إيجاد وظيفة في ألمانيا. إذا عندك كفيل اضغط على يس، إذا ما عندك اتركها فارغة. وأخيرا يسألك عن الإقامة إذا أقمت لمدة 6 شهور من قبل في ألمانيا. إذا نعم اضغط على يس، وإذا لا اتركها فارغة. وفي الأخير اضغط على Calculate Point وتظهر لك النتيجة مع الملاحظة. هنا أخذنا 6 نقاط، وفي الملاحظة يقول لك Congratulations, you qualify for an opportunity card، يعني تهانينا، أنت مؤهل للحصول على بطاقة الفرصة للهجرة إلى ألمانيا. فهنا الحد الأدنى لتكون مؤهل للهجرة إلى ألمانيا هو 6 نقاط. وهنا مثلا إذا كنت تملك فقط الخبرة ومستوى B1 عندك 4 نقاط. وفي الملاحظة يقول لك Sorry you don't qualify for an opportunity card، يعني لست مؤهلا للهجرة إلى ألمانيا. وكل واحد يدخل للموقع يحسب نقاطه إذا كان مؤهل أم لا. رابط الموقع تجدونه في التعليق المثبت. أما بالنسبة لأولئك الذين ليسوا مؤهلين، مثلا إذا لم يكن لديك مؤهل دراسي، اعمل تكوين مهني لمدة 2 في أحد المجالات المطلوبة في ألمانيا. أو إذا لم تكن تملك مؤهلات اللغة، ابدأ بتعلم اللغة الألمانية، لأنه كما قلت بطاقة الفرص هذه لم يتم الإعلان عنها بشكل رسمي، فقط تم الموافقة عليها من طرف البرلمان الألماني، لكن يترقب أن يكون الإعلان الرسمي عنها في خريف 2023، وكذلك ستستمر على الأقل لمدة أكثر من 5 سنوات، لأنه كما سبق وقلت أنهم محتاجين لحوالي 2 مليون عامل، ومستحيل راح يقدروا يغطوا هذا العدد في ظرف 1 أو 2. ففي هذه الحالة لديكم كل الوقت لتكونوا مؤهلين للهجرة والعمل في ألمانيا عن طريق بطاقة الفرص أو Chance Card، التأشيرة الجديدة لألمانيا. ومن بين أهم المميزات اللي راح تجي مع هذه الفيزا، وهو القانون الجديد اللي راهم يدرسوا فيه كذلك، بحيث راح يعدلوا قانون الجنسية، راح تكون على 3 سنوات بعد ما كانت على 6 سنوات، وهناك الكثير من التعديلات راح يعلنوا عليها كذلك. لذلك قلت أنه بطاقة الفرصة هذه تعتبر فرصة ذهبية للهجرة إلى ألمانيا. وهذا واش كان كاين لفيديو اليوم. ما تنسوش أصدقائي تعملوا لايك للفيديو، متابعة للقناة، وتشاركوا الفيديو مع كل الناس المهتمة بالهجرة والعمل.